الإمام الرضا عليه السلام مو فقط حث على التعليم، لا، حث على أخذ المعلومة بالسؤال. شوف الرواية يقول: العلم خزائن، سلام الله، العلم خزائن ومفتاحه السؤال. مفتاح العلم السؤال، فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر فيه أرضا، يؤجر في السؤال أرضا، السائل والمعلم والمستمع والمحب. يقول الإمام تعليم مو فقط اتلقن الناس، لا، افسح لهم المجال بالسؤال. والإمام كان يطبق هذا الشيء. سليمان الجعفر ينقل يقول: كنت عند أبي الحسن الرضا عليه السلام والبيت مملوء من الناس يسألونه وهو يجيب. يعني بيت الإمام الرضا عليه السلام لو كان في هذا الزمن شنو سميه؟ منتدى ثقافي، ملتقى حواري، هذا فاتح البيت لمن يريد السؤال. ليش التركيز على السؤال؟ عادة الإنسان لما يصير عنده سؤال لا سيما في جانب العقائد شبهة وما سألت، عندما يكتمها تبقى، صار سؤال ثاني، صار سؤال ثالث، رابع، تصير عنده حالة تراكم أسئلة وتراكم شبهات، وهذه الحالة تجعل من الشبهة تستحكم. الشبهة مثل الشجرة، تبدأ بماذا؟ بذرة، كلمة، هي كلمة بسيطة تزرع فيك شبهة، ثم تكبر شيئا فشيئا. الشجرة إذا تكبر وين؟ فوق ولا تحت؟ الاثنين، جذورها إلى الأرض. الشبهة نفس الشيء، تصير عندها جذور حتى يستحيل ماذا؟ اقتناعها. شنو الحل الذي يمنع من هذا الأمر؟ فتح باب السؤال، انك تفتح باب السؤال، بل تشجع الناس على السؤال. احنا هذه المشكلة، كثير من الشباب اللي صار عندهم حالة انحراف، المشكلة بدأت معهم بسؤال لم يجدوا عليه. يقول له: ليش ما سأل؟ يقول: والله إذا بسأل أبوي ما يعرف، وإذا بسأل شيخ قلت لك بيطردني، صحيح أو لا؟ لا، قضية السؤال مهمة، لا بد نحن أن نعود أبناءنا ونعود شبابنا على السؤال، نحن نحفزهم على السؤال. اسأل، هات ما عندك، مو تخوف من السؤال، عكس المنهج الصحيح أن تعلمه السؤال.